طائر الواقع القزم هو نوع صغير من فصيلة البلاشونيات. يتواجد هذا الطير في جنوب ووسط أفريقيا، يعتبر من أصغر أنواع البلاشونيات، ولا يتجاوز طوله 30 سنتيمتر. ويمتاز هذا الطير بطول رقبته، وهي من الأنواع المهاجرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولا سيما بين أقصى الشمال والجنوب، وتم العثور عليها في جنوب أفريقيا في موسم الأمطار بين نوفمبر وأبريل في موسم الجفاف، وتهاجر من الشمال والجنوب نحو خط الاستواء. يأكل الواقع القزم بمفردهم أو في أزواج، ويصطادون ليلا ونهارا، وخاصة إذا كانت غائمة. إنها طيور صامتة وتبقى هادئة وتسير ببطء، ويعتمد نشاطهم على توفر الضفادع، وغالبا ما تفضل الاختباء في الغطاء النباتي. وعندما يتم إزعاجهم فإنهم غالبا ما يبقون على حافة الماء، ويطير مسافات قصيرة ويدافعون عن أراضيهم الغذائية. يتغدى بشكل رئيسي على الحشرات مثل الجنادب وخنافس المياه والعناكب والأسماك الصغيرة والسرطانات والضفادع. التكاثر، موسم التكاثر متغير جدا اعتمادا على المناطق، ويعشش بشكل رئيسي في موسم الأمطار، ولكن في بعض الأماكن في بداية موسم الجفاف، ويبدأ التعشيش في سبتمبر وأيلول في السنغال، وفي يوليو في سيريون وغانا، وبين أغسطس وأكتوبر في مالي، وبين ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبين شهر مايو ويونيو في كينيا، وبين يناير ومارس أو سبتمبر وأكتوبر في زيمبابوي، وبين شهر فبراير ومارس في ناميبيا، وبين يناير وأبريل أو سبتمبر وديسمبر في جنوب أفريقيا. وإنه يعشش على هوامش السهول الفيضية، وعادة عندما تصل المياه إلى الغابات. ويبدو أنه يفضل النباتات الأكثر كثافة، وتضع عشها بمفردها أو في مجموعات صغيرة. والعش هو عبارة عن منصة من العصي مغطى بالعشب، وتقع الأعشاش على فرع بالقرب من الجذع أو فرع أو شجيرة فوق الماء. غالبا ما يضع الأشواك في العشب، وتضع من 3 إلى 4 بيضات، وفترة الحضانة 18 يوما أو أكثر. وفي الختام، سماع صوت هذا الطائر.